الفول في الأطعمة الأشربة. هل الأصل أو الطعام الشرب ليش تبرد من لسه هتيجا إحلال أكلسنا ربي تبارك وتعالى. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذا نحن حلال ربي تبارك وتعالى الماكلات الشرب أبلا اللي ديش كان بعد النصوص القرآن الحديث بأن الناس حرم زند اللي مدن زند إدامن زند تفي الحلوف زند الشراب الخمور دم التلوث. ما كما ديش كان الشرع كما ديور الشرع إسي حرم هان نخسبان أداسي تسع أشكو علاش ربي تبارك وتعالى ما في حرم زند مسائلا أشكو لاقي سنت الضرر في الإنسان. لأن ربي تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم أن ربي تبارك وتعالى السخي رحيم إيقا سخي رحيم. وكأن ربي تبارك وتعالى إسحرمت كر الأطعمة الأشربة اللي للنجسة شكر ربي تبارك وتعالى لغذي وكيقان بالمسائل اللي فلاي حرم إن غلخر فإنه رجس يعني هن عني إيقا رجس إيقا هنورا ونصلح. أن ربي تبارك وتعالى يرحم العباد نس إلى سن غير ما دس نسلح المور الدين الدنيا. كذلك هن يحرم إسحرم في الحرب تبارك وتعالى عيد المترين ومخدرات هن إسحرم في الحرب تبارك وتعالى كنا لا تجد أشكر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كي قد الأمور التي يحرم ربي تبارك وتعالى ليبين الزمنة عيد المترين شرب الدخان واللي كمين نقروا هانت انت اسحرمت الشرع رب اشكوت لقيت المهلكات الضرر يدتني بنادم. كي كان الاطباء اي ثول تفقن بان هن شرب الدخان الا قيس الضرر الا قيس الضرر يقوتني بنادم غير نفس حرم العلماء.